السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اشتريت هاتف جديد وترغب بنقل جميع جهات الاتصال من هاتفك القديم إلى هاتف آخر، أو ترغب بنقل رسائل SMS إلى هاتفك الجديد، أو عمل نسخة احتياطية للتطبيقات واسترجاعها على هذا الهاتف، فأنت الآن مع الفيديو المناسب، حيث سنتعرف على كيفية نقل جهات الاتصال والرسائل وأيضا التطبيقات الخاصة من هاتف ترغب ببيعه إلى هاتف أندرويد قمت بشرائه مؤخرا. قبل ذلك المرجو دعمنا من خلال الاشتراك بالقناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناة تقنيات، وتفعيل زر الجرس للتوصل بآخر مواضيعنا التقنية. إذا لدينا هاتف LG G4 هو الهاتف الذي أستخدمه وأرغب بتغييره، وفي المقابل لدي هاتف جديد اشتريته مؤخرا وهو هاتف شاومي ريدمي 5 بلس. ما سأقوم به هو نقل وتحويل جميع جهات الاتصال التي تحتوي على أرقام الهاتف لأصدقائي من هاتف LG G4 إلى الهاتف الجديد. في البداية سنقوم بتثبيت هذا التطبيق على كلا الهاتفين، وفي الخطوة الثانية توجه إلى الهاتف الأول ثم قم بتشغيل التطبيق عليه. وكما تلاحظ ستظهر لك الواجهة الخاصة بالتطبيق بهذا الشكل، بحيث يمكنك عمل نسخة احتياطية للتطبيقات المستخدمة في هاتفك من خلال خيار أبس، وأيضا يمكنك نقل الرسائل القصيرة من هذا الهاتف من خلال خيار SMS. وفي خيار الكول لوكس يمكنك أيضا نقل سجل المكالمات الذي يحتوي على قائمة المكالمات التي أجريتها أو رديت عليها. وما يهمنا في هذا الشرح هو خيار الكونتاكت، من خلاله يمكنك نقل جميع جهات الاتصال بهاتفك إلى هاتف جديد، ويمكنك السماح للتطبيق بالولوج إلى جهات الاتصال بذاكرة هاتفك. بعد ذلك اضغط على خيار Backup All ثم اضغط على OK ليتم عمل نسخة احتياطية لجهات الاتصال على شكل ملف بصيغة VSF. يمكنك إرسال هذا الملف إلى الهاتف الثاني باستخدام الخيارات التالية، إما عن طريق إرسال الملف إلى حسابك على جوجل درايف، ومن ثم يمكنك تحميل هذا الملف من الهاتف الثاني من خلال نفس حساب جوجل درايف. وهذه الطريقة تعتبر الأسهل والأفضل، بحيث لن تحتاج إلا أن يكون هاتفك متصل بالإنترنت لرفع الملف على جوجل درايف أو تنزيل هذا الملف من الهاتف الثاني عن طريق نفس الحساب. ويمكنك أيضا إرسال هذا الملف من خلال الخيار الثاني وهو Send to Others، بحيث ستظهر لك مجموعة من الخيارات أهمها إرسال ملف Backup عن طريق البلوتوث. وتعتبر هذه الطريقة آمنة إذا كنت لا ترغب مشاركة جهات الاتصال على تطبيقات الويب وتطبيقات التواصل الاجتماعي. إذا بعد الضغط على خيار البلوتوث ستظهر لك هذه النافذة، من خلالها قم بالضغط على Turn On لتفعيل خاصية البلوتوث بهاتفك. الآن سيقوم هاتفك بعمل سكان للبحث عن الأجهزة التي تستخدم البلوتوث في الوقت الحالي. إذن ما عليك سوى تفعيل خاصية البلوتوث على هاتفك الجديد. إذن بعد تفعيل هذه الخاصية على الهاتف الثاني سيظهر جهازك ضمن قائمة البحث للهاتف الأول. الآن قم بالضغط على اسم الجهاز الذي ترغب بنقل جهات الاتصال إليه. يتم توصيل وربط الجهازين من خلال خاصية البلوتوث، وأيضا سيتم إرسال الملف إلى الهاتف الثاني. إذن على الهاتف الثاني سيطلب منك الموافقة على استقبال الملف. قم بالضغط على خيار Accept ليتم تحميل ملف الباكاب على هاتفك الجديد. إذن بعد التوصل بهذا الملف قم بتشغيل نفس التطبيق على هاتفك الثاني، ثم توجه إلى خيار Contacts. بعد ذلك اضغط على Restore لتظهر لك هذه النافذة، من خلالها اضغط هنا على اسم الملف. الآن من خلال هذه القائمة اختر ذاكرة الهاتف Phone، يتم جلب جميع جهات الاتصال من هذا الملف وتنزيلها على الهاتف الجديد، وبذلك سيتم نقل جميع جهات الاتصال إلى هاتفك الجديد بكل سهولة. وعند المقارنة بين عدد جهات الاتصال بالهاتفين ستجد أنه تم نقل جميع أرقام الهاتف بنجاح. إذن كانت هذه طريقة بسيطة لنقل جهات الاتصال من هاتف أندرويد إلى هاتف أندرويد آخر باستخدام تطبيق الباكاب، والذي يمكنك استخدامه أيضا لنقل الرسائل القصيرة وسجل المكالمات، وأيضا عمل نسخة احتياطية للتطبيقات التي لا ترغب بتحميلها مرة أخرى. إذا كانت هذه الطريقة مفيدة لك فلا تبخل علينا أخي الكريم أختي الكريمة بالإعجاب بالفيديو، مشاركته مع أصدقائكم، والاشتراك بالقناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناة تقنيات. دمتم في أمان الله.